يا استاذة خلاص كده ولا ايه؟ لا ماما قالت لي العبي براحتك. ما في يا محمود ما تسمع الكلام. طب ما تيجي نلفه حلو قوي كده. لا ماما قالت لي العبي براحتك. العبي براحتك. استني العربية مش تحت البيت. يا نهار ابيض. عم محمود. يا عم محمود. ايوه فينك؟ صباح الفل. الله يخليك. صباح الفل يا عم محمود. الله يخليك. العربية كده تحت البلكونة بالظبط صح؟ اه تمام. في حاجة ولا ايه؟ مبروك. ربنا يخليك يا عم محمود. الله يخليك. ايه رأيك حلوة؟ لا ما شاء الله. الله ينور. والله جميلة ما شاء الله. عم محمود المكان ده ما حدش يركن فيه غيري فاهم؟ عينيا الاتنين والله. وعينك على العربية. في عينيا والله ما تقلقي خالص. خلاص يا عم محمود وخلي بالك بقى كده وانت رايح وانت جاي كده بص عليها بصة كده. ماشي يا عم. صباحك فل. صباحك فل يا عم محمود. مع السلامة. غزولة حبيبتي مامي. مامي وحشتيني يا قلبي. وحشتيني وحشتيني. وانت كمان. ايه يا روح قلبي ذاكرتي خلصتي مذاكرتك؟ ايوه. طيب برافو عليك. ماما. نعم يا حبيبتي. انا خلصت بقى مذاكرة. تعالي بقى علمي سواق العربية. طب بصي يا غزل بقى ممكن اطلب منك طلب صغير قد كده؟ اتفضل. انا النهارده كنت برخص العربيه ورجعت تعبانه قوي 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 يا غزل. اوعدك 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 بكره ان شاء الله اول فسحه بالعربيه هتكون لغزوله. هوديك المكان اللي انت عايزاه. لا يا ماما ماليش دعوه. غزوله حبيبه مامي هعلمك السواقه واركبك وخليكي تعملي كل اللي انت عايزاه. بس بيني النهارده ارتاح معلش. ها البنات الحلوين يقولوا لماما ايه؟ حضونا. طب يلا انت بوسه بقى هدخل ارتاح شويه. ماشي روحي. ماشي. يلا. ايوه 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 امنيه جيتي في وقتك والله يا امنيه. هي فين غزل؟ انا عايزه العب معاها. هي غزل بتذاكر جوه شويه. خشي بقى العبي معايا. غزل امنيه جت لك. هي غزل. ماشي يا ماما. يلا بينا يا غزل عشان نلعبوا. بصي يا امنيه سيبيها عشان انا متضايقه. متضايقه ليه يا غزل؟ انا هقول لك ماما وعدتني ان هي هتعلمني سواقه العربيه. طب هي هتعلمك سواقه العربيه ازاي؟ ما هي ماما جابت عربيه جديده. بجد يا غزل؟ بجد. طب غزل ايه يا امنيه؟ هو ده مفتاح العربيه؟ ايوه. طيب انا جاتلي فكره حلوه قوي. ايه هي؟ انا هعلمك ازاي تسوق العربيه. ايه ده بجد انت بتعرفي تسوق عربيه؟ ايوه غزل تعالي تعالي بس. ماشي يا ماما. ايه يا دود؟ انا رايحه العب مع امنيه. ماشي يا حبيبتي بس خلي بالك من نفسك. ها حاضر. ماشي يلا بينا. يلا عم محمود. نعم يا غزل. ماما بتقول لي خلي عم محمود يعلمك سواقه العربيه. ايه؟ خلي عم محمود يعلمك سواقه العربيه. انا اعلمك سواقه العربيه؟ ايوه ايوه. كمان عايز اقول لك على حاجه. ماما بتقول لك ان انت تعلمني سواقه العربيه انا كمان. انت بتضحك على ايه؟ علشان انا ما بعرفش اسوق اصلا العربيات. لا بس ماما قالت لي خلي عم محمود هو اللي يعلمك سواقه العربيه. هو مفتاح العربيه. والله ما بعرف اسوق. مش مصدقني ليه؟ هي على بقى يا عم محمود. هي اللي قالت لك. ماما قالت لك؟ اه. واعمل. طب تعالوا انا هتصرف. تعالوا سهله سهله سهله. تعالوا اتفضلوا. يلا بينا. وامس اسوق. عم محمود. نعم يا استاذه امنيه. يلا عشان تعلمني السواقه. اعلمكم السواقه؟ حاضر. والله ما عارف اعمل ايه. ماشي ماشي اعلمكم السواقه. زمري كده. هي دي السواقه. ايه يا عم محمود بقى؟ قول لي اعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه؟ حبيبي. مقفول يا عم محمود. عامل ايه يا عم محمود؟ الله يخليك. والله عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل يا عم محمود. انت بتعرف تسوق ولا ما بتعرفش تسوق؟ بامانه لا والله. بجد؟ انا بعرف اسوق حمار بس. الله يخيبك. ما انا كمان بعرف اسوق الحمار. اه. طب هنعمله ايه دلوقتي؟ طب اقول لك على حاجه. اتفضل. اصلك هم نازلين وعاوزين يتعلموا السواقه. اه. طبعا انا ما اقدرش اقول لهم لا، اصلك مامتها لسه جايبه عربيه جديده وفرحانه بيها. ده المسؤوليه خبطوها في حاجه ولا حاجه؟ لا بس طب اقول لك على حاجه. اتفضل. انزقوهم كده رايح جاي كده نفرحوهم وخلاص. اللي انت عايزه يا عم محمود. يلا يلا. يلا يا محمود. اعلمكم السواقه. امسكي بقى الدركسيون ده كويس. اه. ماسكاه كويس كده. ايوه. كده بصي اول ما تمسكي الدركسيون العربيه هتمشي. يلا بصي قدامك. الله. احودي احودي حبيبتي احودي. كده؟ احودي حبيبتي في نص الشارع. ايوه.
حلوه كمان. اها كمان كمان كمان. ايوه ايوه رايك كده. الله حلو قوي. حلوه ايوه كمان حودي كمان. طيب عشان ما تخشيش بالعربيات ماشي. حودي يا حبيبتي. بص بقى يلا بسرعه عشان المطب ده اهو. يلا 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 يلا. الله ادي المطب. ايه اللي عغلك والله. لا 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 لا. ايه رايك يا استاذه؟ حلو قوي. اعلمكم السواقه تاني؟ اه لو مامتك عاوزاني اعلمها السواقه كمان هعلمها. ايوه يا بنتي انا النهارده بقى خلصت كل حاجه ورخصتها بس حلوه قوي 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 هتعجبك انا فرحانه قوي قوي بيها عايزين بقى نخرج خروجه بيها مع بعض طيب استني استني اصورها لك ايوه ايوه اصورها لك من فوق من البلكونه ايه ده استني العربيه مش تحت البيت يا نهار ابيض العربية بين عليها اتسرقت يا نهار ابيض اقفلي يا نهار ابيض العربية العربية راحت فين يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا امنية نعم يا غزل عم محمود يا امنية بيعرف يسوق العربية اهو ايوه يا غزل وكمان السواقة دي سهلة قوي يا غزل ايوه وكمان عم محمود علمنا السواقة بسهولة قوي ايوه انا مبسوطة قوي يا غزل النهاردة وانا كمان يا امنية ايه رأيك بقى نغنوا ماشي يا بنات يا بنات يا بنات واللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية ولا دقش الحلويات حلوة الأيام فانية علشان خلفت بنية ولا شفت الأرض اتهزت ولا ملك الحيط عليا العربية العربية سقت يا عم محمود عم محمود يا عم محمود يا عم محمود العربية سقت محمود يا عم محمود نعم انا تعبت يا عم محمود من فايت يا عم محمود انا تعبت انا كمان اعمل ايه العيال فرحانه طب نعمله ايه فرحانه نموت احنا ولا ايه شوف هو عم محمود انا عندي طلبات عايز اروح اجيبها ولا هنعمله ايه ماشي يا استاذه خلاص كده ولا ايه لا ماما قالت لي العبي براحتك ما في يا عم محمود ما تسمع الكلام طب ما تيجي نلف حلوه قوي كده لا ماما قالت لي العبي براحتك العب براحتك عم محمود ده لسه يوم طويل باين عليه عم محمود معاه يا عم خمس زي وهنلف ورجعوهم تاني يا عم والله خمس زي بس يلا يا عم انت لما تطلبني في حاجه بقول لك لا يا عم بس طلع معايا انا بيب بطلع اي حاجه بعمل لك بس العربيه تقيله عم محمود بالزق والله يا عم يلا يا عم سيبها على الله ده سواقه الحمار اسهل يا عم محمود يلا شارع تاني ولا حاجه لا لا انا متاكده انا متاكده ومأكده على عم محمود قبل ما اطلع ان العربيه مركونه هنا تحت البلكونه والله بس ايه دي بس ايه دي انت عارفه قبل كده حصل موقف مع اخو جوزي وركنها في شارع تاني وقعد يدور عليها وما لقاهاش فضل يدور يدور لحد ما لقاها وركنها في شارع تاني اصلا ما معقول انا نسيت ما ايوه ممكن أنا نسيت. ايوه والله ممكن ما حدش يفرح بيها يا سلمى والله بس ايه دي والله هتلاقيها ان شاء الله يا رب فين يعني طب انا عامل ايه دلوقتي طب نجي عم محمود طيب بسرعه عم محمود مش موجود في الدخله مش موجود طب تعالي ايه ندور عليها في اي شارع تاني طب تعالي تعالي يا رب غزال ايه يا امنية السواقة دي يا غزال طلعت سهلة قوي زي ما انتي ما قلت ايه يا امنية بصي يا امنية تعالي نغني ماشي مالك يا صاحبي احكيلي سيبني في حالي يا زميلي انا شايفك تعبان مخنوق قال يعني انت اللي سفيلي اه والله سفيلة والله احنا تعبنا يلا نرجعوا ارجوكم يا جدعان لسه بدري يا عم محمود لفوا يلا لفوا يا عم محمود لفوا يلا لفوا يا جماعة يا خير يا حبيبتي والنبي حبيبتي معلش ما شفتيش كده عربيه جيب كبيره كده عاليه معديه من قدامك عربيه جيب كبيره ايوه بتاعه الباشمهندس احمد لا لا دي بتاعتي انا لسه جايباها جديده مش بتاعه الباشمهندس لا اصل الباشمهندس احمد برده لسه جايب عربيه جيب جديده يا ستي يا ستي مش بسالك على بتاعه الباشمهندس احمد انا بسالك على بتاعتي انا لونها رصاصي لونها رصاصي لا ما شفتهاش طب اعمل كده يا حبيبتي والنبي والله ما شفتها اعمل ايه يا سلمى دلوقتي طيب تعالي ايه على اول شارع 8 اللي هناك ده تعالي بسرعه
عربيتي عربيتي. كل عامله ايه؟ انت بتعملي ايه؟ انت جابك عربيتي، انت اللي بتعمل بالعربيه ده. ثواني بس، هدي نفسك يا ست الكل، انا بعلم لك بنت حضرتك وازاي امنيه السواقه. ايه رايك كده؟ طلبت منك، اطلبت منك تعلم بنت السواقه وانا مش قادره اعلمك. ثواني بس، ثواني يا ست الكل، بتزعقي ليه؟ ما هي اللي زدت لي بالمفتاح وقالت لي بتقول لك ماما علمني السواقه. المفروض كنت تكلمني في التليفون تتصل بيا وتقول لي يا ام غزل غزل نزلي لي بتقول لي كذا كذا كذا. اسمع كلامها ولا لا؟ مش تتصرف من دماغك يا عم محمود. ما تزعقيش بس قدام الناس، اهدي بس يا ست الكل، ما ينفعش تزعقي. لا صراحه انت اللي جبته لنفسك. ايوه انت اللي جبته لنفسك يا عم محمود بصراحه. ايه يا عم احمد، العمده عندينا ده. انا مالي بالعمده عنديك وعندنا هو حرس العماره. طب ايه المطلوب؟ طب دلوقتي المطلوب دلوقتي يا عم محمود، انت اللي خليك تعمل كده. اتحرك العقد كان انا اصلا. تعالى يا استاذ غزل، تعالى يا محمود، انت غلطان بصراحه يا عم. تعالي لي اي تعالي بصراحه، لازم تكلم ماما تعالي. يعني اقول لا مش عاجب، اقول اه مش عاجب، انا مش عارف لكم حاجه بصراحه. انت عاوزين كتالوج مخصوص لكم ولا ايه؟ يا عم مش هنفضل نتكلم كتير، انت اللي خليكي تاخدي مفتاح العربيه وتنزلي. دي فكره امنيه. فكره مين؟ امنيه. وانت يا امنيه ايه اللي خلاكي تقولي كده لغزل يا امنيه؟ بصي اخر مره تكلمي غزل بنتي وتمشي معاها، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. وانتي هسيبك معايا في البيت، ولو كنت هخرجك بالعربيه مش هخرجك، لو هفسحك مش هفسحك، وهتفضلي محبوسه في البيت ومش هتركبي العربيه خالص يا غزل. انا اسفه. ولا اسفه ولا مش اسفه بقى، اقعدي ساكته. وانت يا عم محمود لما يجي ابو غزل حسابك معايا، عشان انا مش عارفه اتكلم معاك هنا وسط الشارع وسط الناس. انت كل ده ولسه ما اتكلمتيش، انت بهدلتيني. ده انا على فكره هعملك اكتر من كده كمان، دي عربيه لسه جديده. خلاص يا عم محمود، انا حارس عماره عندكم بس ما تزعقوش. ولا انت بتعمله ده دلوقتي هتتحاسب عليه. لا عم محمود هتتحاسب عليه. يلا اركب العربيه. يلا سلمى اركب يا سلمى. بس يا عم محمود اتكلم بالدور مش كده يعني. يلا سلمى اركب يا سلمى، سيبيه. يلا سلمى ماشي، خش يا حبيبتي. تعالى يا عم محمود بس هدي اعصابك كده اهو. والله هتيجي تقعد يا عم، مش هبش والله هتيجي تقعد. تعالى يا عم بس يا عم، والله طايق نفسي يا عم. والله روح الم حاجتي من عمر وما يسمعش. يا عم والله ما يحصل يا عم. ازاي يا عم؟ في ايه دي لحظه شيطان يا عم محمود؟ في يعني هزقني يا عم؟ هسيبك لعيشك يعني؟ هسيبك لعيشك عشان كده؟ انا بقعد في قعدته وبحكم يا عم. ايه ده يا عم محمود بس؟ في ايه؟ اهدى بس ست تيجي. بس انا عايز اقول لك على حاجه. قول يا عم. انا تعبت من سواقه العربيه دي، بس اقول لك حاجه، العماره اسهل بامانه يعني. يا عم انا مش قاعد معاك، انت عاوز مني حاجه؟ سيبني في حالي يا جدع. يعني انا غلطان يعني يا عم محمود عشان ساعدتك؟ ماشي يا عم محمود، انا غلطان والله عشان ساعدتك. ماشي. ينفع كده بقى يا غزل اللي انت عملتيه ده؟ ينفع كده؟ انا اسفه يا ماما، مش هعمل كده تاني. من امتى يا غزل انت بتعملي حاجه من غير ما ترجعي لي؟ مش قلنا اي حاجه الاول، اي حد يقول لنا اي حاجه لازم نرجع لماما الاول ونسالها يا ماما اذا كان ده صح ولا غلط؟ صح، بس انا اسفه مش هعمل كده تاني. طب بصي يا غزل، عايزه اقول لك على حاجه. افرضي دلوقتي عم محمود بيزقك من ورا بالعربيه وجي حد عدى قدام العربيه هو ما شافهوش. افرضي عربيه تانية جت في وشكه هو ما شافهاش. انا اسفه. ما انت يا حبيبتي هتتضر والراجل التاني برضه هيتضر. انا اسفه. يا حبيبتي خلي بالك من تصرفاتك، واي حاجه بعد كده تعمليها لازم ترجعي لي الاول، انا بخاف عليكي اكتر حد في الدنيا. واي واحده من صاحبتك قالت لك حاجه لازم تيجي تقولي لي يا ماما الاول صاحبتي قالت لي كده، اعمل اه او ما اعملش. خلاص ماشي. بس لما ابوك يجي بقى بصراحه انا هحكي له على كل حاجه. لا والنبي انا اسفه مش هعمل كده تاني. لازم احكي لبابا يا غزل، لازم بابا يعرف. والنبي لا يا ماما. كملي مذاكرتك بقى، كملي مذاكرتك عشان انا بجد زعلانه منك. خلاص.